قال الله عز وجل في سورة المرسلات: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقد أشكل هذا على العلماء، لأن الله عز وجل أخبر في آيات كثيرة أنهم يتكلمون وينطقون في يوم القيامة. قال العلماء: في الجمع بينهما لا يخرج الأمر من أحد حالين، من أحد حالين. الحالة الأولى أن يقال إن القيامة مواطن، القيامة مواطن ومواضع، ففي مواطن يؤذن لهم أن يتحدثوا وينطقوا، وفي هناك مواطن لا يؤذن لهم أن ينطقوا ولا يتحدثوا. هذا تخريج. تخريج آخر يقول إن معنى قول الله عز وجل هذا يوم لا ينطقون أنهم وإن نطقوا فلا ينطقون بنطق ينفعهم، لا ينطقون بنطق ينفعهم، ومن كان ينطق بنطق لا ينفعه فكأنه لم ينطق.